قاعدة توضح القاعدة التي قبلها. تقول هذه القاعدة: من خصص زمانا بشيء يرجع إلى أمر حدث في هذا اليوم فقد اتخذ هذا اليوم عيدا. من خصص زمانا بأمر يرجع إلى أمر حصل في هذا اليوم فقد اتخذ هذا الزمان عيدا. كالذين يخصصون يوم مولدهم باحتفال، فإنهم يحتفلون لأمر حصل في هذا اليوم وهو ولادتهم. والذين يحتفلون بمولد النبي باليوم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفالهم يعتبر عيدا، لأنهم خصصوا هذا الزمان لأمر حصل في هذا اليوم. والذين يحتفلون بذكرى زواجهم فإنهم يخصصون هذا الاحتفال بهذا اليوم لأمر حصل في هذا اليوم. وكتخصيص الأنصار قبل مجيء الإسلام الأيام التي حصل الانتصار لهم فيها بأعياد يلعبون فيهما، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتفال لأنهم يخصصون زمانا لأمر حصل في هذا اليوم. وبناء على ذلك فمن خصص زمانا بشيء لا لأمر حصل في هذا اليوم فلا بأس به، كأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم العالمي للغة واليوم العالمي للمعلم. فهذا التخصيص في هذه الأيام ليس لأمر حصل في هذا اليوم وإنما هو من باب التنظيم والترتيب، فلا حرج ولا بأس به. إن ترك سدا للذريعة فلا بأس وهو حسن، لكن إن فعل فلا نرى فيه حرجا. فالأعياد الوطنية بدعة على هذا التخصيص، على هذا القاعدة، لأنهم يخصصون الاحتفال بهذا اليوم لأمر حصل في هذا اليوم. وما يسمى بأعياد النكسة أيضا بدعة، لأنهم يخصصون هذا اليوم بحزن تنكس فيه أعلام الدولة لأمر حصل في هذا اليوم.